نعم، ويكلأكم برعايته يا رب العالمين وجميع المسلمين. هذا جزاه الله خير. يقول أخي الغالي أبو راشد، سعد الله مساكم بكل خير، أحب أشكركم على النصيحة. الصدقة لوالدي الله يرحمه ويغفر له، هذا يبدو تصدق عن والده، جزاك الله خير على الصدقة، وصل الله يجعل ميزان حسناتكم جميعا يا رب العالمين. وهذه الأخت ريم اللي دائما جزاه الله خير، الأخت ريم هذه يا شيخ عبد الله من أكثر من سنة وزيادة وإحنا في البرنامج كل يوم تتصدق، ريم المالكي من أبا كل يوم ترسل صدقة اللي تقدر عليها، حتى أصبحت إحدى المرات رسالات قالت والله إن حسابي صفر ما عندي شيء، أبغى تصدق اليوم وضيق صدري، وقامت سبحان الله الجمهور يتصدقون على خاصة الأخت أم محمد اللي من الطائف، صارت تقول كل صدقة أخرجها عن الأخت ريم من بني مالك من أبها، إن شاء الله تذكرها بدعوة يا شيخنا. وهذا جزاه الله خير أيضا الأخت حصة اللي من العلا اللي اتصلت أمس تشكركم وتدعي لكم. وهذا أخونا جزاه الله خير أبو فراج يقول السلام عليكم، سعد الله أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم وبضيوفكم أهلا وسهلا بالجميع، ما شاء الله تبارك الله، سعود القت والناصر وأبو حاتم رموز الشعر والجزالة ونعم بالجميع. أخوكم هذا أبو فراج متابع للقناة، ما أظن في حلقة تركها. آمين. ما شاء الله الرسائل على أسماءكم كثيرة والله، معروفين جزاكم الله خير، الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين. وهذا الله يكفينا الشر يا أبو عمر، اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا يقول تم التبرع بنية أمي، الله يطول بعمرها، والدي رحمه الله وإخواني وخواتي، دعواتكم. أماني عبد الله، أماني عبد الله هذه كثير ترسل لنا الصدقة يا شيخ عبد الله، جزاه الله خير. وش تقول هؤلاء اللي خاصة متابعين واللي بعض يمكنهم ما أرسلوا لنا شيء لكنهم يبذلون في الصدقات. شيخ عبد الله شماسي على أبائنا الكرام وعلى المشاهدين والمشاهدات، وهنيئا لها. أنا أذكر واحدة كانت في أحد البرامج تستقطع استقطاع يومي وتقول أنا أنتظر دعوة الملك ليدعو في كل صباح. الله أكبر. اللهم أعطي منفقا خلفا. وكذلك الله عز وجل قال ينفقون في الليل والنهار سرا وعلانية. سلام. يقول فأنا أحاول أن أنفق لو بريال في النهار ولو بريال في الليل، زي الأخت ريم وبقية الأخوات والإخوة كذلك جزاهم الله خير. وبعض الناس رأيت واحد قرأ رسالته أبو راشد يقول أنا تصدقت عني وعن والدتي وعن إخواني الله يجعلهم في الجنة وكذا. أهل العلم يقول ممكن ريال واحد تدخل فيه كل أقاربك، بل تدخل فيه المسلمين أجمعين. سلام. هو ريال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لما ضحى عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، وهو أضحية واحدة، ثم ضحى بالثاني عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام أمته كلهم في هذه الأضحية. فهنيئا لمن كان عنده نية صادقة مع الله عز وجل وسع نيته، لذلك أهل العلم يقولون النية تجارة العلماء. العلماء تجد يصلي ركعتين بنية أنها ركعتين بعد الوضوء، وبنية ركعتين تحية المسجد، وبنية أنها فيعدد نياته، يجي اليوم للقناة فهو أول شيء يعني يكون من نيته أنه يدخل السرعة المشاهدين. أنا قبل شوي أشوفكم مع أبو حاتم جزاكم الله خير، وأنتوا صراحة كثرتوا على أبو حاتم، شوف أبو حاتم عز بالحيل، لسه باقي في أشياء عند أبو عمر بيعطينا بعد الفطور لسه. هذا نصيين. لا ما شفت على ما قال يقول ده في رمضان ده. شيخ عبد الله جمل لا تغلب، هذا القليل من أبو حاتم لسه بعد الفطور إن شاء الله أبو عمر بيعطينا كل شيء، وبننشر الغسيل اليوم. اسمحوا لي قبل الفطور سم وشو يعني سمعت الحين في الصدقات هذه الاخوان يرسلوك رسائل تكلموا عن الام كثير. سلام عليك. لا اله الا الله. واخوي الشماسي برضه تكلم عن وتذكر الام في اثناء حديثه. عندي ثلاث ابيات او اربع ابيات عن الام. تفضل. بس انا ودي ابو حاتم يشيلها عشان اسمح له. ما تشيلها وانت شرشح من اليوم. اي والله. لا ايش رايك؟ خلي الشيله بعد. طبعا انا اقولها من ممكن يشيلها ابو حاتم بعد الافطار. انا قلتها من تجربه والله، لان انا كمجتمع مثلا انت انسان طيب، انا كمجتمع اقبلك بطيبك صحيح، بس اي خلل منك او خطا مقصود او غير مقصود تلقاني انا اتمنى عنك وتقصر عن استمراريتي معك في اندفاعي الاول. لكن الشخص اللي يقبلك كلك خطاك وصوابك هو الوالدين. هو الوالدين خصوصا قلب الوالدة. انا الان والدتي اتصلت علي وقالت احنا ننتظرك على الفطور،
فانا زعلت على ابو حاتم وعلى ابو راشد عشان دخلني انا فيك يا اخوي. شوف انا زعلت عليك قاعد اشتغلك ما دخلك انا زعلت دخلني يا ابو عمر خلاص انا علمت تعرف عليك يا اخوي تورطني. شوف الناس يشوفون هذا نعتذر من يم مسعود ونقول اسمحي له اليوم يجلس معنا ويفطر معنا. اي والله شكرا لك يا ام مسعود انك فتحتي فرصه يجينا الابن الله يوفقه. الزعنطوطي الوليد العنطوطي الحلو هذا ترى استحيت والله. لا وبعدين فطورنا مميز ملكي ما ترى جايب لكم. شوف ترى جايب لكم قهوه بريه ونعم واخواضه. الله يجزاك خير. كم قهوه جايب حبه عشان ناخذها معنا بيوتنا؟ لا نرسل لك انت في بيتك بس فكر من الابيات يا ابو راشد. انا اسمع الابيات. بس الشركه يا ابو عبد العزيز. يلا يلا عشان قرب الاذان خلينا نسمع الابيات. احتزم يا مطيري خليك معي. ما احتاج راي يغلبوني راي يجيب. ما احتاج خلينا نسمع الابيات من ابو عمر. يلا تفضل. مهما قلنا عن الوالدين احنا مقصرين والله يعني. لكن يقول وانا اتكلم والله مو عشان انا اطيب الناس في امه لكن والله انه شعور الجميع. سلام. ويمكن عندكم اشياء اكثر من اللي عندي لكن سلام. انا مجتهد. قال ما حد قبلني بسياتي وحسناتي. يا سلام. ما حد قبلني بسياتي وحسناتي غير يمي غير امي أمي عسى الرحمن يحفظها. ما حد قبلني بسياتي وحسناتي غير أمي أمي عسى الرحمن يحفظها حتى أقرب الناس ما تطمر خطياتي تحصي عددها وتمسكها وتحفظها وأنا بشر والخطأ وارد وزلاتي كل يراها غير أمي ما تلاحظها تعرض عن أخطائي وتشوف المسراتي يا الله في جنة الفردوس عوضها. بيض الله وجهك. آمين آمين. طيب نبغى نسمع جميعا. تفضل شيخ عبد الله. من توفي منهم يا رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتفى أثره يوم الدين. أما بعد أسأل الله سبحانه يجعل المجلس مجلس مبارك ويجعل مقبول عنده رب العالمين. أنا والله كان في بالي موضوع كنت برتب له لكن لعلنا نأجله بما أن سعود زاهر الخير تكلم عن الوالدة وهالأبيات الجميلة اللي حركت عواطفنا جميعا تجاه أمهاتنا. أسأل الله يرحم الميت منهم ويحفظ الحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إن أمي ماتت. أول شيء لازم تعرفون سعد يا إخواني هو سيد الخزرج يعني يعتبر من سادات أهل المدينة. المدينة الأنصار فيها أوس وخزرج وسيداهما السعدان. سعد بن عبادة سيد الخزرج اللي منهم بني النجار تكلمنا عنهم أمس طبعا أبو عبد العزيز وكذلك سيد الأوس سعد ومعاذ بإذن الله عز وجل نفرد له لقاء بإذن الله. ها أبو عبد العزيز هذا بس تكلم عن أبو طالحة رضي الله عنه. أبو راشد بالشاهد أنا وش دخل في بنكمل أبو حاتم اسمح لي أقول في الشاهد مدير في القناة مدير في القناة لازم سلك سلك له سبحان الله. الشاهد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ وهذه دعوة منا اليوم إلى أن الواحد يصل أمه بالدعاء. يا سلام. سواء حيها أو ميتها يصل أمه بالصدقة سواء حيها أو ميتها يصل أمه بالبر والبر لا ينقطع بعد الموت. سلام. وهذا من رحمة الله عز وجل. اليوم ترى بعض الناس سبحان الله ما يستشعر قيمة الأم وفضل الأم وقدر الأم إلا بعد فقدها. فنقول من رحمة الله بنا سبحانه أنك إذا شعرت بهذا الشعور أسأل الله يرحم مات منهن أنه ترى البر ما انقطع وممكن تصلهم في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال إن من أبر البر من أعظم البر ليس البر قبل الموت إنما البر بعد الموت. قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. الله أكبر. إني أزور وسير خوي أبوي وجار أبوي وصديق أبوي وكذلك البنت مثل أو أني ممكن أتصل على صديقة الوالدة اللي تعتبر في مكانة العمة أو الخالة هذا كله من البر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال أتصدق عنها؟ قال نعم عليك بسقي الماء. وظن الجمعية كذلك عندهم من أبواب الصدقة سقي الماء. صحيح. كذلك كامل من سبع الأوقاف في إحدى الأوقاف في المباني السقيا. جزاهم الله خير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حسن الصحبة وحسن الرفقة وحسن من حسن الصحبة الكرم أن الواحد يكرم صاحبه أن الواحد يفي لصاحبه أن الواحد يتلطف لصاحبه أن الواحد يلين جانبه لصاحبه. فمن أحق الناس بهذه الصحبة الحسنة؟ قال أمك. لما سئل عليه من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول قال أمك. قال الصحابي ثم من؟ طيب اللي بعدها قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني قدمها على الأب ثلاث مرات. قالوا للحمل والوضع والإرضاع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام
لما جاء صحابي من اليمن. يا إخواني شيء عظيم، يأتي رجل من اليمن إلى المدينة يقطع وهاد ونجاد وتصعد به جبال وتهبط به أودية حتى يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئتك وأريد الجهاد في سبيل الله، خلفت أبوائي ورائي يبكيان، تراني تركت أغلى ما عندي أمي وأبوي من أجل الله والجهاد في سبيل الله. الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. الله أكبر. ترى الجهاد العظيم في البر، ارجع إليهما. في رواية قال: فأضحكهما كما أبكيتهما. شوف الفقه، يعني مسألة إضحاك الوالدين، إدخال السرور على الوالدين، هذه من أعظم العبادات. يقول محمد بن واسع بن المنكدر، يقول: بت الليلة طول الليل وأنا أغمز رجل أمي، يعني أهمز رجلاتها، وبات أخي عمرو يقوم الليل يصلي، فوالله ما أتمنى أن ليلته بليلتي. أنا أدري أن همز رجل أمي وتمسيجها وتدليكها وغمازها وسوالف معها أعظم من قيام الليل. الله أكبر. لذلك حتى جاء في حديث جريج وهو يصلي، كان رجل عابد في صومعته، قال نادته أمه قالت: يا جريج، والرجال يصلي، فقال: ربي، أمي أم صلاتي؟ فأقبل على صلاتي. قالت: يا جريج، قال: ربي، أمي أم صلاتي؟ فأقبل على صلاته. ترى من الفقه قالوا، لأنه يصلي نافلة الحين ليس فريضة، لو تركها لوالدته يعني عجلها وخففها وذهب لوالدته كان أوجب. فدعت الأم لما استبطأته قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. دعت عليها الأم: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، البغايا يعني، الله يعافينا وإياكم. قالوا فعلا مرت الأيام ومرت الشهور ومرت السنوات حتى جاءت تلك المومس البغي إلى قوم من بني إسرائيل، فقالوا لها: إن أفسدت هذا الرجل الصالح أعطيناك كذا وكذا. شوف بعض الناس عنده تخطيط ترى للشر، تخطيط للإفساد، وبعض الناس وفق الله عنده تخطيط للإصلاح، تخطيط للعمل الصالح، تخطيط لإصلاح المجتمع، تخطيط للدعوة إلى الله عز وجل. المهم ذهبت هذه المرأة تتعرض إلى جريج، فلما تعرضت له تمنع عنها وطردها، فخرجت فذهبت إلى راع من رعاة الغنم فأتته فوقع عليها فحملت منه، فجاءت بعد أن حملت القوم قالت: أما إني أتيت جريجا وإنه وقع بي وإني حملت منه. فوضعت، بعدما وضعت ذهب بنو إسرائيل هؤلاء إلى جريج فهدموا صومعته وضربوه وآذوه وسبوه، وما يدري وش سالفة الرجال في الصومعة عابد وما يدري عن وش فيه. قالوا: تدعي العبادة وتدعي الصلاح وأنت كذاب، تفعل وتفعل. قال فقال: أين الطفل هذا اللي تقولون ابن اللي من حرام عفنا الله وياه؟ فلما جاء به غمزه جريج في خاصرته وقال: يا غلام، من أبوك؟ فأنطقه الله عز وجل وقال: أبوي فلان رويع الغنم. لا لا لا، إله إلا الله. أنقذه الله. من عرف الله عز وجل في الرخاء عرفه الله في الشدة، فبرأه الله سبحانه. فلما اعتذروا منه قالوا: نعيد صومعتك من ذهب. قال: لا لا، أعيدوها كما كانت. المقصد من هذا، انظر مع أنه انشغل بصلاة وانشغل بعبادة من النوافل عن والدته، فدعت عليه فاستجاب الله دعوتها. لذلك الواحد لابد أن يتقي دعوة الأم ويتقي دعوة الأب، اتقي، التمس دعاهم الصالح واتقي دعاهم بالشر عليك. اليوم بعض الآباء يشتكي، يمكن الشيخ إبراهيم وكذلك بعض الدعاة والإخوة المشايخ يجيهم من الشكاوى من الآباء، يقول: أنا تعبت مع عيالي، تعبت مع بناتي، تعبت مع كذا، تعبت. إن أنا أقول والله العظيم يمكن أبائنا الكرام يشهدون بهذا لصحة ما أقول: لن يجد الوالد متعة في الدنيا كمتعة أن يرى ابنه صالحا بين يديه وبنته صالحة بين يديه. فأسأل الله سبحانه يصلح ذرياتنا يا رب العالمين. ابن عمر رضي الله عنه في مكة لقي رجل يحمل امرأة عجوز ويطوف على الكعبة، وأشار الناس، شاف الناس مجتمعين على ابن عمر، قال: من هذا؟ قال: هذا ابن عمر فقيه وصاحب رسول الله. فجاءه قال: يا ابن عمر، هذه أمي أحملها على كتفي، أتيت بها حاجة من اليمن، ليس لها مركبا سوى ظهري، والله لا حملت على ناقة ولا على حصان ولا على حمار، ما حملتها إلا على ظهري، أتراني وفيتها حقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولا زفرة من زفراتها، ولا طلقة من طلقاتها. هذا 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 العظيم مكانة الأم. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: كان مسلم وأمه ما بعد أسلمت، في يوم من الأيام أساءت أمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فحزن وانطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أمي قالت كذا وكذا. فدعا لها النبي قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فلما عدت فإذا أمي قد اغتسلت ودخلت في الإسلام، فكان يحسن إليها، وكانت أمه تقول:
كان هو يقول: اللهم اغفر لأمي هريرة كما ربتني صغيرة، وهي تقول: اللهم اغفر لأبي هريرة كما أحسن إلي كبيرة. والله سبحانه ذكرنا بهذا، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف ترها زفرة هوى بس، ألف وفاء أف. يقول ابن عباس: لو هناك كلمة أقل منها لذكرها الله عز وجل. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وأن تتذكر تلك المواقف العظيمة في صغرك لوالديك. فنقول رسالة مني لكل من يتابعنا وكل من يشاهدنا: أولا لأبائنا وأمهاتنا، أسأل الله سبحانه أن يصلح ذرياتهم، وأسأل الله سبحانه أن يبارك لهم في أولادهم، وأسأل الله سبحانه أن يقر عيونهم بصلاحهم. الله سبحانه يقول في كتابه: الذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن في ساعة استجابة، يعني الآن على الإفطار وأقبلنا على الإفطار، الواحد يدعو لأبنائه ولبناته بالهداية بالصلاح بالبركة بالفلاح والنجاح في أمور الدنيا وأمور الآخرة، بالزواج ما بعد عرس. كذلك الأبناء والأباء الأبناء والبنات، ادعوا وأكثر من الدعاء في السجود في لحظات استجابة الدعوة، الأوقات التي يستجاب فيها الدعوة لوالديكم وأهليكم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل على الإفطار يا أخواني، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. الله ينفع بك كلماتك الجميلة يا شيخ عبد الله. آمين يا أبو حاتم. نفع الله بك. الله يرضى عنكم.